كمان فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره فريق الوحدة الإماراتي بنتيجة 86-53 في المباراة اللي أقيمت ما بينهم امبارح يوم الأحد على صالة نادي الوحدة في بطولة الوحدة الودية اللي بتقام في الإمارات في الفترة من 20 ل 26 أغسطس بمشاركة الزمالك من مصر ومنتخب الإمارات ونادي الوحدة منظم البطولة، بالإضافة كمان لفريقي الوصل والظفرة من الإمارات. شهدت المباراة غياب العديد من اللعيبة أبرزهم طبعا المحترف الأمريكي تيرل تولواي اللي تعرض لكدمة في نهاية المباراة مع الوصل الإماراتي ليفضل الطبيب إعطائه راحة. من المقرر أن يلحق بالفريق في مباراة الأربع اللي جاي مع الظفرة الإماراتي في ثالث مباريات البطولة.